الحقيقة أنا قبل ما أبدأ عايز أقول إن يمكن أحلى حاجة الليلة سمعتها لحد الوقت هي الزرغوطة اللي جت منها. ولكن طبعا أنا بشكر الحقيقة مكتبة الإسكندرية العظيمة، وبشكر جامعة الإسكندرية والأخ العزيز وسيم محي الدين. الحقيقة وعدني كذا مرة إنه لو جيت الإسكندرية وعطيت محاضرة زي دي حاكل أكلة سمك ممتازة، وفعلا حصل. المناسبة دي الحقيقة مناسبة خاصة بالنسبة لي أنا، هي طبعا مناسبة سعيدة إن أنا أشوف الألوف المؤلفة داخل القاعة وخارج القاعة، وزي ما ذكر الأستاذ إسماعيل. بس دي مناسبة خاصة، أنا سبت اسكندرية بالضبط تقريبا يعني within a week كده 40 سنة، ده بيحتفل بالسنة 40 في أمريكا دلوقتي حاليا بعد ما سبت اسكندرية في 1969. واسكندرية كان لها بعد أساسي ومحوري في حياتي، سواء كانت الحياة العلمية أو الغير علمية. وأنا هنتهز الفرصة الليلة دي، وبالذات إن أنا سعيد جدا إن أعداد شباب كبيرة جدا موجودة، إن أنا أقول لكم على الرحلة دي، وده العنوان اللي أنا اخترته. والحقيقة أنا عندي ثلاث رحلات الليلة عايز أتكلم عنها. الرحلة الشخصية، وأتمنى إن دي تكون محطة مهمة للشباب اللي موجود إنه يمكن يستفيد من بعض الحاجات اللي أنا عملتها. والرحلة الثانية رحلة الشعوب والأمم إلى المستقبل، عايز زي بنقول بالمصري أدردش معكم فيها. وأخيرا بعض الملاحظات على مصرنا الحبيبة، إزاي إن إحنا ندفع عجلة الأمل زي بيقولوا إلى المستقبل. فالحقيقة دايما في المحافل العالمية بأذكر إن أنا كنت أقول لهم إن أنا فورشنت أو سعيد الحظ في ولادتي، الولادة بتاعتي اللي اتولدت فيها، المكان اللي اتولدت فيه، وفي تعليمي في مصر، وده في كل المقالات والكتب اللي أنا موجودة لحد الوقت. وبقول لهم كمان حاجة مهمة جدا، يعني يمكن احنا في مصر ما بنهتمش بالحاجات دي كتير. انا اتولدت في بلد هورس، ده منهور. فالدمهرة لازم يكونوا مبسوطين هنا دلوقتي. وفي نفس الوقت عشت من اجمل الايام بجانب سيدي إبراهيم الدسوقي على فرع النيل، وقريب جدا من رشيد. رشيد لها بعد تاريخي مهم زي ما انتم عارفين، اللي هو روزيتا ستون، يعني واحدة من أول الحاجات اللي حصلت في التاريخ، وبالذات بالنسبة في علوم الأثار، إنك أنت قدرت تفك الشفرة بتاعة اللغة المصرية القديمة بحجر موجود، knowledge، معرفة جديدة جاية من رشيد. ده حوالي 60 كيلومتر أو about كنت من الأسكندرية، منارة العل القديم كانت بؤرة ساطعة، يعني لو كانت أمريكا دلوقت بتستقطب أهم المفكرين والعلماء، كانت الأسكندرية في هذا الوقت هي هذا المركز المضيء للعالم كله. ويمكن الدكتور إسماعيل يقول لنا أكثر ويعرف عني أكثر مني بكثير. فهنا بين رشيد للمعرفة وبين الأسكندرية لمركز من مراكز العلم. الحقيقة إن الطفولة لما برجع لها وبشوف إزاي الواحد قدر يعمل اللي هو في حياته بالطريقة دي، بلاقي إن كان في حاجتين أساسيتين في الطفولة وجزء من الشباب. نمرة واحد، التعليم المدرسي.
أنا دايما بقول وبعتقد ومتأكد 100% إن أنا حصلت على أحسن تعليم في مصر. أنا ما رحتش مدارس خاصة، ونبي بلاش الموبايل لو سمحتوا. أنا ما رحتش مدارس خاصة، أنا جاي من أسرة متوسطة، عائلة زويل معروفة في دمنهور، ولكن حنا زي أي حل مصري ثاني ما كانش فيه لأن إحنا نروح مدارس خاصة ولا ندفع المصاريف الباحظة. وفي وقتي يعني عشان أكون أمين معاكم، يعني في وقتي كنت بقول للإخوة من قيمة يومين، لو رحت مدارس خاصة يبقى أنت ولد من اللي هم اللي كنا بنسموهم الفاخي دولة في الأيام دي، لكن لو أنت فعلا يعني متين وقوي تروح المدرسة أو الجامعة الحكومية. فالحقيقة تعلمت كويس جدا في هذا الوقت، لكن التعليم المدرسي يعني أنا فاكر مدرسة حكومية وكان في رسم وأشغال ورحلات وتكبير صور ولعب باسكت بول، كل الحاجات دي اللي هي النهاردة من الصعب جدا لأنك حتى تلاقيها في المدارس الخاصة حتى في أمريكا لما بنبعد أولادنا هنا. الحاجة التانية كان التعليم اللي جاي من الأسرة. لن أنسى في حياتي دور والدتي أو الوالد أو البساطة اللي كانت موجودة في الحياة، بمعنى إنها عطتنا قيم معينة، قيم ووجودنا إحنا جنب سيد إبراهيم الدسوقي كان له واقع مهم جدا في حياتي، وأنا كتبت عن كده في الكتاب عصر العلم. لكن كان في قيم، احترام الآخر، احترام الجار. أنا لحد دلوقتي لسه فاكر يعني لما كان يحصل حد يموت أو حاجة في الشارع اللي احنا فيه ما نفتحش الراديو لمدة 40 يوم، كان فيه تقاليد وفيه عادات وفيه ثقة عندنا إن الإنسان ممكن يكون إنسان كويس ويمكن ينجح لو اشتغل كويس. الحقيقة إن أنا بالقيم ديت ما كانش ميولي كتيرة جدا في الحاجات الغير علمية، وبالتالي ما كنتش بحصل على درجات علمية كتيرة قوي في الحاجات اللي هي عايزة الحفظ والسم والحاجات دي كلها. وأذكر حديثا إن أنا قريت لواحد زميل كان معايا في المدرسة الإعدادية، أنا ما شفتوش من زمان يعني، بس قال إن هو كان بيحصل على مجموع أحسن مني، وده صحيح، هو كان بيحصل على مجموع أحسن مني لأن أنا ما كنتش مهتم، يعني كانت كل اهتماماتي في الميكانيكا والرياضيات وحاجات زي كده. كلية العلوم جامعة الإسكندرية كانت الزواج السعيد بالنسبة لي أنا علميا، لأن إلى يومنا هذا أتذكر الحرم الجامعي في محرم بيه، أتذكر الأساتذة الفضلين وبالاسم، يعني أنا ممكن أعد لكم الليلة دي 15 أستاذ فاضل كان لهم تأثير علي. إن كل أي نجاح بتسمع عنه كان من واقع الأساتذة الفضلين، كان في احترام لبين متبادل بين الأساتذة وبين المعيدين وبين الطلبة، في بحث جيد، في عمل جاد. أنا بكل أمانة عمري ما سمعت في كل سنوات اللي هنا قبل ما أطلع لأمريكا عمري ما سمعت عن سرقة أبحاث في الجامعات، ما سمعتش عن كام ده وإحنا معيدين وطلبة في الكلية. عمري ما سمعت إن أستاذ غش أو ضرب حد أو طالب معيد مش عارف عمل. فالحقيقة المناخ والجدية في العمل، احنا كنا برضو احنا معيدين كنا نصر، انا فاكر الزميل سامي شرف وعلي الخولي وناس كتير جدا نصر في المعامل لحد 12 بالليل، وبعدين نمشي لمحطة الرمل وروح أتينيوس والحتت الجميلة ديت وبتاع، واحنا ماشيين بعد ما اشتغلنا لحد ميد نايت تقريبا او نص الليل. لحظي كنت انا في حاجة اسمها مجموعة سبيشال في الوقت ده، كان السبيشال دي حاجة مهمة جدا لأنه لازم تحصل على امتياز أو جيد جدا على الأقل عشان تطلع للمجموعة سبيشال. كنا بس 7 وكانوا بيدلعونا، يعني كل المراجع اللي بتيجي من الخارج كنا بنقدر نستعيرها من الأساتذة المحترمين بتوعنا.